ناخذ اتصالات الاخوه والاخوات ونبدا بالمتصل عبد الله من الخرج. تفضل اخي عبد الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الاول، متى يكون سجود السهو في حاله الشك في الصلاه ان كانت ناقصه، هل هو قبل الصلاه او بعدها؟ وكذلك في حاله شك في الصلاه ان كانت كامله، هل هو قبل الصلاه او بعدها؟ هذا السؤال الاول. طيب، متى يكون سجود السهو في حاله الشك يا شيخ؟ سجود السهو يكون لأحد ثلاثة أمور، إما لزيادة في الصلاة سهوا، أو لنقص من الصلاة سهوا، أو يكون للشك في الصلاة هل هي تامة أو ناقصة، هل أتى بالركعة أو لم يأتي بها. فإنه يبني على اليقين في حالة الشك، يبني على اليقين والمتيقن. إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، هذا السجود للشك. والسجود سواء كان عن زيادة أو نقص أو شك في الصلاة يجوز أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. وكذلك الشك، السجود للشك يكون بعد السلام. نعم.